السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في الحلقه الاخيره من مسلسل الى ذاك الحال. عفاكم اخوتي ما تنساوش اهم حاجه تشتركوا عندنا في القناه، الله ييسر امركم اخوتي ويسهل عليكم المصاعب والله يرحم لكم الوالدين. غتلقاو الاسم ديال القناه يانا علي حدا هالاشتراك، اشتركوا معنا. بالنسبه للاحداث ديال هذه الحلقه فغادي نشوفوا بانه رشيده غادي يعرفوها كاع العائلات اللي كاينين تما باللي هي الابنه ديال نعمه، حيت نعمه غادي تجمع العائلات وغادي تقول لهم الحقيقه، حيت بصح مابقاتش بغات تعيش مع الدبة كيف كانت من قبل وتبقى مخبية الحقيقة على قبل العيالات. فدابا جات الوقيتة باش أن الأم ديالها تبقى قريبة منها وتبقى تتعامل معها بشكل اللي هو عادي. وهنا فين غادي نشوفوا بأن العيالات في الأول غادي يتصدموا بهاد القضية اللي قالت لهم نعمة، ولكن غادي يتأدبطوا مع هادشي اللي تقال، حيت بصح غادي يبداو يحسوا برشيدة كتعاملهم بحال الأم ديالهم، وداك الغوات والصداع اللي كانت كدير من قبل ما غيبقاش. هداك الشي كامل كانت كديرو حيت نعمة ما كانتش كتقول لهم راه الام ديالي، وكانت خايفه على العيالات يديروها في كرشهم. فدابا غادي نشوفوا بانه نعمه غادا تشوف هذه المره في حياتها اكثر، غادي تفوكسي في المستقبل ديالها بعيده على داك الصداع والروينه ديال عبد الغفور. ومازال غنكتشفوا بانه عالي غيكون من النصيب ديال نعمه، يعني غادي يكونوا بجوجهم مع بعضياتهم وغادي يتزوجوا وغادي يحاولوا يحققوا الاحلام ديالهم اللي كانوا كيتمنوهم اللي كانوا صغارين واللي كانوا في الخيريه. مازال غنكتشفوا بانه خديجه وهادشي اللي غدا فيه مع العيالات، والحمد لله كتحس براسها وحده منهم، وغنشوفوا بانه وهي معاهم غادي يبدا كل مره يجي عندها راجلها المختار غيبقى يهدد فيها، يبدا يقول لها اعطيني حقي علاش لحقتني فحال هكا. المهم هو ما رضاش في وسط من ديك الناس والجيران اللي كان هو صعصع وكان هو اللي كيتحكم في كل شيء، ولا ما عنده حتى فيني باش دابا، حيت حتى من الدار راه باعته. وهنا فين غنشوفوا بانه المختار صافي وبقى عنده ما يخسر وبقى كيتعرض لخديجه، حيت بصح عارفه باللي شخصيتها ضعيفه، ولكن القوه ديالها فين كاينه؟ كاينه عند العيالات اللي واقفين معاها دابا وكيحسوا بها وحده منهم. فهنا فين غادي نشوفوا بانه خديجه غادي تدوي معها رشيده وتقول لها شوفي هذا راه سره غير الحبس، من الاحسن تمشي ديك العريبي وقول لي راه كان كيضرب لي، بلي راه كيسكر عليا كيدخل عليا العيالات، داكشي اللي كان كيطرا قولي. هنا شوفوا خديجه ما تبغيش، حيت اصلا كما كنعرفوا بلي راه كتبغي المختار بزاف، ولكن السيد غادي يزيد فيه بزاف وغادي نكتشفوا بانه في الاخير غادي تولي باغيه منه الطلاق وباغيه تعيش ترونكيل باش ديك الساعه اللي قرب منه ومطلقين تمشي ديك العريبي عند البوليس. مازال غادي نشوفوا بلي زينب غادي تعيش وسط من سعاد ووسط من طه اللي بصح كتحس بهم كيبغيوها وكيبغيو ليها الخير. وهنا فين غادي نكتشفوا انه غادي يكون تصفات الخواطر بينها وبين بدر، حيت دوك المشاكل اللي كان عنده حلهم اللي كانوا عنده مع سميه. فغادي نكتشفوا بانه زينب فرحان الام ديالها، خصوصا انها رجعت مع طه، وطه حتى هو بدا كيرجع لحالته الطبيعيه حيت كان مريض وكان عيان في الوقت اللي كانت بعيده عليه سعاد. اما دابا سعاد هي اللي كتهلا فيه، هي اللي كتعتني به اكثر. وهنا فين غادي نشوفوا انه ولاو فاهمين بزاف لدرجه غيبغيو يسافروا ويبقاو مع بعضياتهم، داكشي كاع اللي ما عاشوش من قبل غادي يعيشوه دابا مع بعضياتهم. سليم غادي نكتشفوا بانه في الاخير غيدخل السجن على الفعل اللي دار، حيت هو اللي قتل فرح. وغادي نكتشفوا بانه سليم ما غاديش يوعى بداكشي اللي دار، حتى غادي يدخل للسجن وغادي يبدا يفكر في داك التصرفات اللي كان كيدير والمعامله اللي كان كيتعامل مع فرح باللي راه زاد فيه. فرح حتى هي ما كانتش كتحترمه بصراحه، وكانت في ادنى فرصه كتكون مع كريم كتخلي كريم يتعامل معاه كيف ما بغى، وحنا كريم عارفينو بلي هو باغي فرح، يعني بعد ما كانت مات ليه عفاف وكان مات ليه مولاي احمد بدا كيحس براسو بوحدو، فبغى يكون مع فرح حيت اصلا كان باغي يتزوج بها. لو كان عفاف ما قالت ليه لا وقالت ليه ما غاديش تتزوج بها، حيت هو كان كيدوي مع فهادشي من قبل كان باغي يتزوج بها. ولكن فرح ملي تزوجات بسليم كانت دير الحدود مع كلشي، مع اي راجل دير معاه الحدود وما تخليش انه يفكر ان حتى تكون شي حاجه بيناتهم، حيت كاينين بعض الرجال اللي واخا كتكون المراه مزوجه ما كيقيلوهاش. فغادي نكتشفوا بانه فرح بعد ما توفات خلات ديك البريه عند سليم، سليم وهو كيقرا في ديك البريه ما بقاش قادر انه يستحمل
داك الشيء اللي دار وداك التصرفات اللي كان دار، حيت بصح ظلم فرح في كل شيء، هي عارفه اش كدير، ولكن في نفس الوقت هو ما كونترولاش باللي راه كريم، راه احمق، راه السيد ميت عليه المراه، ميت ليه الولد، يقدر يدير اي حاجه باش يخرب حياه فرح، حيت بصح فرح كان عندها اليد باش انها مات ليها الرجال، باش ماتوا ليها مات ليها مولاي احمد، كان عند فرح، ولكن هو مبغاش يخلي عند فرح، بغى يدي عند عفاف باش يبقى الولد قريب ليه، حيت هو بغى يحيد الوحش ديالو منه. ساعة نط عفاف قتلت الولد، فرح ما ارتاحتش في حياتها، ولات كل مرة كتعرض ليها عفاف، حتى نط عفاف بغات تقتلها، ولكن فرح دفعت على راسها واستقات قاتلة عفاف، لدرجة حتى البوليس داروها قضية ديال الدفاع عن النفس وصافي تطوات القضية. فمازال غنكتشفوا بانه سليم غادي يحاول انه يبدل من راسو، ويحاول انه يوعى بداكشي اللي دار، ولكن العقوبة ولا المدة السجنية اللي غادي يدوزها ما غاديش تخليه انه يصلح داكشي اللي فات. اما بالنسبة لبوعزة فداكشي كامل اللي كنا كنشوفوه من قبل كان كيديرو لبنته، وكان باغي يزوجها للراجل اللي كبر منها، وكان باغي يدي لها الممتلكات ديالها. فالسيد ملي دار ديك العملية صافي، هو دير الموت بين عينيه، والسيد ما بقاش باغي يتعدى على بنته، وحتى مع الناس السيد ما بقاش باغي كاع يهدي شي حد ولا شي حاجة، هو باغي غير يخلقها، ولكن شي شيخات، شي قصارى، شي حاجة بحال هكا، لدرجة حتى من اللي بغاه هو شي حد اللي بدا يجي يقابله، باغي هو في الحلال، باغي يتزوج بشي وحدة اللي يتزوج بها، وفي نفس الوقت يقابله ويتونس، ما يبقاش وحداني. وهنا فين غنشوفوا بانه بوعزة بصح حتى لهاد الدرجة هادي كيبغي بنته، على قبل هذوك الفلوس اللي كتعطيه كل شهر، وهذا كنشوفوا بانه بصح راه كتعطيه الفلوس وهو باغي يدير شي حاجة ديالو، هاد المرة ما بقيش كاع باغي قمار ولا يضيع فلوسه في الخاوي، لا بالعكس، ولا باغي يخلي بنته تعيش ترونكيل مع راسها، وخصوصا من انه عارفها مزوجة بواحد السيد اللي كان كويري ومعروف، وزيد عليها ما بقاش باغي كاع يطيح ليها من قيمتها قدام الناس، على عكس انه ولا باغي هي تسمح ليه على داكشي كامل اللي كان دار في الماضي. البحرية حتى هي مبقاتش فيها ديك الخفة ديال اليد، وتدي للناس ديالهم، واي حاجة كانت في الدار كتديها، لا عرفت باللي الخطأ جاي منها هي، وباللي كاع العيالات وكاع العيالات بدا كيسهل عليهم الله، كل واحدة فيهم تزوجت بالراجل اللي كتستاهلو، وباللي بدات كضحك لهم الحياة في وجههم، الا هي اللي باقية في بلاصتها، باقا ما عارفه شنو خصها دير، وهادشي كامل علاش؟ حيت هي الوحيده اللي في ديك الدار خارجه جند، ما خارجاش ليها نيشان، دابا العيالات الاخرين كاملين كيخدموا وكيدبروا على رؤوسهم باش انهم يكون عندهم مستقبل، الا هي اللي كدبر على راسها ولكن في نفس الوقت في ما كاينه شي حاجه سميتها التخلويض، ولا شي حد يدي ليه الفلوس الا محطوطين في بلاصه، ولا شي حد عارف عليه شي سر كتكشفو، فهمتي؟ هادشي الطبيعه ديالها عرفتها هي اللي خارجه عليها، وداكشي علاش بدات كتبدلها، وبدات باغا تولي فحالها فحال كاع العيلات، لدرجه حتى من خديجه غادا تصدم، ونعمه حتى هي. ومازال غنعرفو بانه كيف ما خديجه وكيف ما العيلات الاخرين كلهم عندهم اسرار، وحنا عارفينهم، بحريه عندها اسرار، ولكن ما عمرنا غنعرفوهم، حيت الوحيده اللي عارفاهم في ديك الدار هي نعمه، ونعمه عمرها كتكشف شي سر ديال شي حد، الا ولا شي حد في وسط منهم نيت هو اللي سربه، اما نعمه عمرها تقول سر ديال شي حد. فغادي يكون نهاية ديال المسلسل نهاية سعيدة بالزواج ديال عبد العالي ونعمة، وغادي يكونوا كاع العيالات فرحانين ولابسين التكاشط وفرحانين بسعاد، حيت هي الأم ديال نعمة، وغتكون نهاية اللي هي سعيدة. وهذا ما كان من أهم الأحداث اللي غيكونوا في هذه الحلقة، عفاكم خوتي ما تنساوش تشجعونا بليزابوني ديالكم، أي واحد ما مشتركش معنا في القناة يشترك، الله يسهل الأمور، والله يفرحكم ويرحم لكم الوالدين أخوتي. هذا ما كان، وبسلامة.